موضوع إيران، أستاذ أحمد مظهر السعدو، اليوم الحوثي عاد وقصف مواقع حيوية في السعودية، هل هذا التصعيد مرتبط بإيران باستفادتها من الملف النووي ومن المفاوضات الحديث عن اتفاق قريب؟ كيف تنظر إلى هذا التصعيد النوعي؟ نعم، بكل تأكيد الإيرانيون حاليا وهم يرون أن الاتفاق النووي قد يكون قاب قوسين أو أدنى من الإنجاز، وهم يأخذون وعودا من قبل الأمريكان بأن الحرس الثوري الإيراني سوف يخرج عن كونه إرهابا، والحوثيين بالتأكيد هم جزء أساسي من هذا الحرس الثوري الإيراني ومن السياسات الإيرانية في المنطقة. لذلك باعتقادي هناك تصعيد من قبل الإيرانيين وليس من قبل الحوثيين. الحوثيين لعوبة يد إيران بحكم الملالي بكل تأكيد. لذلك بس أستاذ أحمد، هذا أمر خطير، اسمح لي لأن الوقت أدركنا الآن، قبل الاتفاق النووي والميليشيات الإيرانية يعني تتصرف على هذا النحو بكل جرأة، تضرب العمق السعودي، تضرب جدة، سنعرض الفيديو ربما بعد قليل. طب إذا تم الاتفاق ماذا ستفعل إيران بدول الخليج؟ يعني باعتبار أن السياسة الخليجية حالياً تذهب باتجاه منحى الضغط على الأمريكي، شاهدنا خلال الأيام الماضية من خلال الركض باتجاه الإسرائيليين تارة والركض باتجاه القمي مع مصر والآخرين تارة أخرى، وحاليا بخليج العقبة حاليا مع الأردن والعراق. باعتقادي أن هناك محاولة ضغط الخليجي على القرار الأمريكي، لأن الموقف الأمريكي لن يكون موقفا صائبا في موضوع الحوثيين والوضع في الخليج، سواء كان بقصف أبو ظبي أو قصف السعودية. هذه المسألة ستفعل حاليا الدول الخليجية الكثير باتجاه الضغط نفطيا طبعا على السياسات الغربية، وباعتقادي قد يغير السياسيون الأمريكان من سياساتهم تجاه الحوثيين والوضع في الخليج، فيما لو شعروا أن موضوع النفط يمكن أن يكون جادا في عدم تلبية الرغبات الغربية في موضوع النفط. أستاذ أحمد حسن، أمام هذا يعني هذه